السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل المتابعين والمشاهدين على قناتنا قناة تربية تسمير الأغنام من الألف إلى الياء. مازال طبعا كلامنا مستمر في سلسلة مشروع تسمين الأغنام. النهاردة اليوم التاسع، الحلقة 16. طبعا أنا لسه مصور الحلقة من نص ساعة، آخر الحلقة حطيت العلف ونهاية الحلقة اللي هي حلقة تجنب اللكمة، إزاي تتجنب حدوث اللكمة. شوف الغنم هي أكلت وشبعت، دريس قدامها أهو. طبعا ديش ده ما حدش بيقعدنا على طول. العلف اهو، خلصوا العلف باقي. شوف احنا وصلنا لاعلى كميه، عشان تعرف ان احنا وصلنا لاعلى كميه 3%. لاحظ في علف اهو، شايف العلف واضح. اي نعم هو العلف الناعم، بس علف اهو. ده كل ده علف كده، تعرف ان انت وصلت لاعلى كميه علف، والكل اكل وشبع. الكل اكل وشبع. شوف العلف اهو، فوله العلف اهو باين. كل ده اهو، شوف العلف. تعرف ان كده الغنم وصلت لاعلى كميه علف. كده احنا النهارده كده وصلنا لاعلى كميه علف. الغنم كلها اكلت وشبعت من العلف. طبعا في الفترات اللي فاتت كانت بتتلحس كده اهو في خلال 5 دقايق بالكامل، لكن طبعا في علف لسه اهو كتير. ده هيتاكل في خلال نص ساعة، ساعة بالكتير هيكون محسحوه بالكامل. هشوف بيروحوا ويرجعوا عليه، بيروحوا ويرجعوا. في خلال ساعة هيخلص العلف ده ان شاء الله. كده انا وصلت لأعلى كمية علف ان شاء الله. دي كده تعرف ان غنمك كلها اكلت، ودي 3% من وزن الغنم. هنوزن الغنم بقى طبعا دلوقتي، حلقتنا النهاردة وزن الغنم. هنوزن بعد الفطار طبعا، عشان لما تتابع معايا اسبوع 10 ايام هنوزن تاني. هتتابع معايا بالارقام، كل واحده وزنها كام ومعدل الزياده. تابع معايا تشوف معدل الزياده ماشي ازاي معانا، وهنعرف من بعد الوزن هنعرف دي انا مقدرها قبل ما نوزن. طبعا الميزان اهوت، بس ان شاء الله اكون ايوه عاوزين نيجي في حته كده. ايوه الميزان اهو تمام شغال. انا مصفره لك طبعا على الحبل اهو، على الحبل وعلى الهو كله متصفر عليه. هو مفيهوش ربع كيلو الحبل. المهم طبعا الارقام بتاعتنا، انا كنت جايب 25 رقم اللي هم 23 راس، من 100 من 170 لحد 194. بس طبعا اللي كان معايا بيرقم جاب رقمين غلط، ف 173 موجود اهو، و 189 برضك موجود. فالرقمين دول مش هتلاقيهم، تسلسل كده بالكامل ما عدا 73 و89 وال106 وال185 ده اتباع طبعا، قلنا اللي هي اللي بعتها. وقصادها في واحده ملهاش رقم، هنحطها مكان ال185 دي. طبعا هناخد بالواحده هنوزن ونوريك رقمها، هنفضل نقطع في الفيديو عشان الوقت طبعا، الوقت هياخد وقت طويل، وكل واحده متعلقه. هنوريك وزنها ورقمها وانت سجل ان شاء الله. دي اول واحده 30 كيلو ونص، 30 كيلو ونص، رقمها 186، سجل عندك. ودي رقم 187 وزنها 30 كيلو، 30 كيلو هنكتبها 30 كيلو ونص، 30 كيلو ونص زي التاني. واللي بننزلها بنعلم عليها علامة عشان خاطر ما نمسكهاش تاني. ودي رقم 178 وزنها يعتبر 33 كيلو، 33 كيلو الا ربع، هنسجلها بالجرامات مفيش مشكله، 33 كيلو الا ربع. دي رقم 193 وزنها 34.5، ودي رقم 172 وزنها 37 كيلو ونص، اكتبها 37.5. دي 171 وزنها 26 كيلو. ايه ده بس لما اللمبه دي تنور كده معناها يبقى ثابت. ايوه 26 كيلو، هكتب 26 كيلو مش مشكله، بين 400 و 300 26 كيلو. دي رقم 188 وزنها، بس استنى عشان نثبتها بس الاول،
وزنها 36.5. دي رقم 182 وزنها 28 كيلو. دي رقم 175 26.5 كيلو. دي رقم 191 8، أنا أعتبرها 28 كيلو. دي رقم 174 31.5. دي 177 وزنها 28.5. دي رقم 192. دي رقم 192 وزنها 23.5. دي رقم 181 وزنها 26 كيلو. 26 كيلو لربع، مش مشكلة. 25.5. دي رقم 194 34.8. لا نسجل بالجرامات، يسجل، أنا بسجل بالنص على طول. 34.5 نسجلها 34.5. 183 الوزن لغاية ما اللمبة دي تنور بس كده، يبقى كده أيوة 30 كيلو. دي رقم 190 وزنها برضك 30 كيلو. دي رقم 180 وزنها 29.5. دي رقم 184 الوزن 31 كيلو. دي وزن 179، دي رقم، يعني رقم، معلش، رقم 179 وزنها 30 كيلو، نبعد عن الشمس بس، 30.5 كيلو. ده رقم 176 الوزن 28 كيلو. دي 170 27.5. دي طبعا ان شاء الله الاخيرة ملهاش رقم، عاوز تحطها بدل اللي هي 185 اللي طلعت، مفيش مشكلة. عاوز اكتبها بدون رقم، مفيش مشكلة، مفيش غيرها اصلا بدون رقم. بس اثبت الوزن 26.5. بس 26.5 يا داخل على 27، مش مشكلة. لازم اكتب بالجرامات 26.700، مفيش مشكلة. والأفضل إنك تسجلها 700 و800 و600 عشان 100 جرام هتفرق آخر الأسبوع، يبقى 26.700 مفيش مشكلة. كده خلصنا الأوزان، عد اللي وزناهم هتلاقيهم 23 راس إن شاء الله. أنا كله علمته بالأزرق، كل حاجة اتوزنت اتعلمت بالأزرق. مبدئيا طبعا الأوزان الصراحة مش عاجباني خالص، الأوزان قليلة، أنا كنت متوقع أعلى من كده. أنا لسه ما حسبتش متوسطهم قد إيه، بس واضح فيه كتير أقل من 30 كيلو، والأعلى من 30 كيلو، الكبيرة تقريبا 36 كيلو، يعني المتوسط مش هيوصل 30 كيلو، يمكن المتوسط يبقى في حدود 29 كيلو. بس مش مشكلة، ده سعر الشراء، احنا مفيش تحويلات، احنا موزناش. دي أول وزنة لينا، دي أول وزنة لينا. يا الحليات ما شاء الله حجمها حلو، بس فاضية، ما وقفتش على علف. يعني شوف بيبان لك الظهر حتى من هنا أهو، الحليات حلوة شاسيه، بس ايه الظهر فاضي لسه، أهي الشاسيه كبير بس الظهر فاضي، فمفيش ميزان.
بس اللي جنبيها نفس النظام. بس ان شاء الله باذن الله ادينا مع بعض 10 ايام ان شاء الله وهنوزن تاني ونتابع مع بعضنا معدل الزياده ماشي ازاي. ده اللي يهمنا دلوقتي. احنا كده دي في الشراء مش مشكله. على فكره انا سالت امبارح اسعار النتات لان في ناس كتيره بتكذب، ما بحبش اسلوب التكذيب. واحد من دمياط ما فيش منه الكلام ب50، ما فيش منه ب50. لا انا على فكره انا سالت امبارح التجار اللي بياخدوا من 53 ل 55 جنيه الكيلو، سعر امبارح من 53 ل 55. فطبعا يعني ده انا حطيت لك قلت لك حد ادنى 50 جنيه. انا بتكلم على النتايه البرقي في اسكندريه، ماليش علاقه في اي مكان تاني. انت تشوف منطقتك وتشوف السعر بيتباع بكام وتشوف الدخول بكام. انا كنت اتمنى ان دول يكونوا داخلين الكيلو يضرب ب50 جنيه، كنت اتمنى يكونوا ب50 جنيه كده. على الحال ده هيضربوا اكتر من 50 جنيه. لسه ما حصلتش. الحلقه الجايه هنقول لك ان شاء الله كام بالظبط، لان هو واضح ان هم هيقلوا. المفروض كان يطلع متوسطهم 31 كيلو. 31 كيلو في 50 جنيه يعمل لك 1550، ده سعر الشراء بتاعهم. كده كان هيبقى 30 يوم تسمين، ولو بعت ب 50 جنيه هتكسب ان شاء الله ربح بسيط، ولكن في ارباح مش مفيش. ربح بسيط احسن من الاعاد، ولكن ان شاء الله هنبيع اكتر من 50 باذن الله. بيعوا ب 52 ب 53 ان شاء الله. انت ورزقك انت ونصيبك لما تيجي تبيع شوف السوق بكام. ما تستعجلش في البيع، والله السوق رخيص. لا اهدى شويه وتقل الغنم، كل ما تقلها تكسب، كل ما تقلها تكسب، بس لدرجه معينه. اخرك خمسينات في النتايات، اخرك 50 كيلو. بعد ال 50 كيلو سعرها بيقل ياما، فاخرك 50 كيلو في النتايه، ما تبيعش اكتر من كده. وعندنا هنتابعوا مع بعضنا طبعا صوت وصوره ان شاء الله مع بعض 10 ايام كده ان شاء الله، وهنعيد الميزان تاني ونشوف مع بعضنا ان شاء الله هتتحسن الامور ازاي. وطبعا العلفه دي انا هغيرها، اني يعني رحت عند راجل ما فيش كاستروفول من الدرجه اللي انا جبتها دي، هنغير العلفه لعلفتنا الصويا لا يعلى عليها. الناس اللي مش لاقي الصويا تدور وهات الصويا، الصويا لا يعلى عليها. ودي ان شاء الله العلفه اللي هنجيبها الجديده باذن الله، صويا وتشيشه ورده ان شاء الله. وتابع معانا عشان تعرف التفاصيل اول باول. وفي النهايه طبعا عجب الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.